مواطنة تونسية مولودة في تونس شعبية من الشعب التونسي ومن الدولة. جيت هنا خاطر اليوم الجلسة متاع عادل يشكي بوزارة بالمصفي اللي عينوه وزارة المالية والبنك سنترال خاطر سرقوا له فلوسه وهزوهم جمدوهم وعملوا هكا قال لك متحيي يلا ندراوك نشدوا عادل. شكون جاك شكابين؟ كاش بعد ما سبق اللي هما شدوه وطلعوا حكايه متحي جات ناس شكابين انا زي مسرحيه علاش؟ قال لك القانون لا يحمي المغفلين، انا هم مغفلين، البوليسيه، المقاضين، المحامين، كلهم مغفلين مستقفين، احنا جهلاء هما جهلاء زاده، طالبوا بصير في الوادي جمعه، ما هو يمشي بالحق يخرج عادل خليه يعطينا فلوسنا، هذه حاجه. وزيد تحكي لك امور دقيقه دقيقه في الموضوع اللي هي كذبه. ماشي حقيقه المراه هذيا هي اللي عندها عرفنا بروحها عرف بروحها وزرنا هو حياه حميدي انا متضرره من شريك يوسف عادل ما هربش عادل سلم روحه والحقائق باش تظهر توا هي مشكلتنا مع البنك سنترال اللي مجمدت لنا فلوسنا ومع وزاره الماليه هو عنده تراخيص وتوا مش معترف بها واخيرا حطوا لنا مصفي فسروا لي انا قانون المصفي شنو معناه؟ معناها شركات معترف بها، توا ولات يوسف معترف بها وعاد يلزم يخلص الاداءات للحلقه، واللي باش يفضل توا يعطيه للمتضررين، احنا نحبوا نفهموا هل هو متحير؟ اذا كانوا متحير ولات العمليه ما بين متحير ومتضرر، الفلوس الكل ناخذوها احنا، اذا كان هي عمليه في بتاع الشركه معناها وماش مخلصه لي زامبو وامورها واضحه علاش الشركه هذه وقفت وعلاش احنا توا لقينا لحل الصرف وفما حقائق باش تظهر توا الرخصه شنو معناه؟ انه يواصل النشاط الى حد انهم العباد يخلصوا في الاجال انا النقطه هذه معناها تشد فيها صحيح اخر اجل باش يخلص فيه العباد هو 25 ديسمبر 2013 جاو قبل اول اجل 25 جوان وقفوه نهار معناها هو مشى سلم نفسه شو معناه؟ هما وقفوا الشركه وهو سلم نفسه نهار 22 يعني جاو اول اجل ووقفوا الشركه واحنا حرنا وما لقينا حتى حد يسمعنا حتى حد الناس الكل براو اعملوا قضايا اسمعني اعملوا قضايا سامحوني اعملوا قضايا وارميوها غاد انا القضايا يا سيدي بتاع عادل الدريدي 10 سنين القدام وما تتحلف اذا كان هما يسقطوا بالقضيه وقتاش باش نوفاو وقتاش باش نوفاو اذا كان هما في الاثنين ال 21 قضيه اللي هي وقف بها عادل الدريدي وتحكم 32 سنه هذيا نهار 21 اللي قالوا فيه عادل الدريدي هرب ديجا القضايا محاضرين ومبرمجين اي احنا شنو حلنا ومن بعد توا اذا كان تمشي انت توا للجرجاني برك هذيا يعني احنا الجرجاني تابعين محكمة تونس ما تابعين خلي اللي محكين تابعين المحكمة اثنين هذيك محكمة اثنين وقتاش باش تشوفها هالعملية وقتاش 10 سنين قدام باش نستناو وفلوسنا مجمدة عند في البنك سنترال وفي وزارة المالية والمصفي هذا المصفي احنا نمشيو يسخسخنا ما يعطينا حتى حل من صرف وجوابات العباد لقيناها ملوحة في البوبالة جوابات العباد لوحة جماعة نجيبة ما عندهمش التواصل وما عندهمش الكونتراتوات لوحهم اسم المصفي عادل من داخل الحبس قدام القضاء اعترف بيهم وقال اي فلوس خذيتهم نجيبة مرتي راهم عندي انا وانا معناها حكموا عليه مش اعترف هو اعترف بيهم وقال انا مسؤول على كل فرق من عندي والناس هذوما يخلصوا من عندي وانا مستعد نخلص العباد قلت العملية مدبرة مش عملية مدبرة توا نجي نهار وتعرفوها وعادل الدريدي توا تكلم قال على كل شيء عملية مدبرة ناس سرقت لنا فلوسنا ومن بعد هما اللي خطوا وهما اللي دبروا